طيب احنا كنا وقفنا مع حضرتك عند سؤال سالته لك الهواند قبل الفاصل، فكره التخصص. وطبعا طبعا طبعا لما نقول النجم بيومي فؤاد اول حاجه تتبادر لاذهان الكل الكوميديا، ولكن هي فعلا برضو عندها حق في النقطه اللي بتتكلم فيها. فعايزين نعرف رايك ايه فكره ان يبقى في حصر للفنان لانه اجاد قوي في لون معين فيتحصر في اللون ده. انا ما كنتش اتمنى ان اتصنف، وكنت حريص كل الحرص ان ما اتقالش عن الفنان التراجيدي ولا الفنان الكوميدي ولا الكلام دوت. من منطلق ان احنا زمان قوي من واحنا عيال صغيره كان فنانين كبار وعظام يطلعوا يقولوا لنا الفنان يعمل كل حاجه. فالفنان يعمل كل حاجه ده كلام بيتقال ولا ده فعل؟ لو فعل يبقى الفنان يعمل كل حاجه. وشفنا احمد زكي رحمه الله عليه، وشفنا كتير قوي الفنان يعمل كل حاجه، يضحكونا ويبكونا ويعملوا سيريس وكل الحاجات ديت يعني. فكنت حريص كل الحرص لاني جاي من مسرح، والمسرح احنا نعرف نعمل كوميدي مهما كانت المساله ماساويه بدون ما نجرح مشاعر حد. يعني لما يعني كنا طلبه في سنه الزلزال عملنا مسرحيات لها علاقه بالزلزال، كنا بنضحك جدا من غير ما حد ياخد يمسك علينا اي حاجه في الدنيا ان احنا نتريق. والزلزال في ناس ماتت والله لفظ، وفي مصايب كتير وفي كذا، مسرحيه جوه جامعه جوه كليه، فما ينفعش. فبنعمل اللي هو البلاك كوميدي، بنعرف ازاي نضحك من الماساه، بنعرف ازاي نضحك من غير ما نضايق حد، بنعرف ازاي نضحك بموضوعيه زي ما بيتقال. فانا جاي من مسرح كوميدي وبتصنف كوميدي بره. عمري ما عملت مسرح جد. لا عملت، انا اسف، في مسرح الجامعه دايما المسرحيات اللغه العربيه الفصحى الجد. وروايات عالميه مترجمه. وروايات عالميه وكل الكلام ده هو جد. نعمل هاملت، نعمل اي حاجه لشكسبير طبعا جد. بس المعظم من بعد ما اتخرجت كل المسرحيات اللي بنعملها كوميدي، كوميدي فارس كمان. فكان الرهان بقى اللي بيني وبين نفسي، هل زي الناس ما ضحكت لي وصدقوني ان انا بعرف اضحك، هل لما اعمل جد هيصدقوني؟ عشان دي مشكله، دي عقبه.